والله. وأخبار طيبة أسعدت الإخوة في قطر الشقيقة وأسعدت الإخوة المصريين الجالية المصرية هنا وحتى الناس اللي موجودة هنا. وشنا وش سعد ووش وش خير ودايما أدم أدم خير ودايما طبعا. بنقول الرياضة وكرة القدم هي قاطرة تقريب الشعوب. صحيح. إذا كانت هناك أشياء كثيرة فرقت ما بين الأمة، ولكن يبقى الدين هو الجسر الكبير اللي بيجمعنا، والأخوة والمحبة. النهاردة اللي إحنا هنا في قطر صحينا على قرارين من العيار الثقيل، وكأننا فأل حسن طبعاً. والأهل فأل خير على كل المصريين. ودائما الرياضة تقرب بين الشعوب. وعندنا حدث مهم جدا زمان لما تنس الطاولة أعادت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. وعندنا أيضا مثل آخر إن كان في ظل الخلافات في بعض الفترات العراق واجهت أمريكا، جابوا الحكم من سويسرا في كأس العالم والسعودية وإيران والسعودية وإيران. وعندنا فدائما كرة القدم تقرب ولا تفرق. من الجميل حدوث أخبار. ما تطول جات شوية أبوك ما بأكلك شيء، ما تلعب جيم يا ابني، أبوك عامل فلوس قد كده. المهم خلينا نقول على حاجة الخبرين. قول أنت حاجة يا ابني. الخبر الأولاني الحمد لله رب العالمين، مصر تفتح أبوابها للإخوة القطريين لدخول مصر المحروسة بدون وقاهرة المعز بلا تأشيرات كما وذلك كان ردا على وذلك ردا على قرار الإخوة القطريين بتسهيل الإجراءات هنا. كله هيعلن خلال ساعات، لسه القرار الرسمي خلال ساعات. ولكن بعيدا عن السياسة عايز أقول لكم إن يا سلام لما تكون الرياضة فأل حسن طبعا. يا سلام لما تكون الرياضة بتقرب الشعوب، يا سلام لما الأهلي يبقى كده منور هنا في قطر. ولا بقى خلي لحظة بس، النهاردة إيه جمال المصريين ده اللي راحوا يشجعوا الدحيل في بطولة في مباراة الخامس والسادس مع القدريين، لدرجة أن المعز علي وهذا أحيي عليه ذهب إليهم واعتذر لجماهير النادي الأهلي عما بدر منه وأغضبهم، وقال أن أنا أهلاوي وأنا بحب النادي الأهلي وبحترم النادي الأهلي. نحيي المعز علي على هذا الاعتذار، لأن الاعتذار من شيم الكبار. خليني أقول لحضرتكم حاجة، إن شاء الله بإذن الله ربنا يقرب كل بعيد، وإن شاء الله إلى كرة القدم الأهلي مع بايرن ميونخ ليلة للتاريخ. عاوز بس النهاردة الأهلوية والمصريين والزملكاوية وكل المقيمين في الدوحة متجمعين على حب مصر وحب النادي الأهلي، حاجة حلوة جدا 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 جدا. عشان كده كل اللي جالنا في الفندق كل اللي جالنا في الفندق يا جماعة، طب اتكلم ابو المعاطي ولا هتوقف الولد ما ترحمني بقى؟ عايزه يظهر يا بني، بلاش الحقد اللي انت فيه ده. كل ما اقول بقى ايه ان تروح تقطعني. صلى على رسول الله حاج عبد الناصر. بدايه نرحب بهذه الكوكبه الجميله ونبدا بالاستاذ محمد شعبان. ماشي كان عمي شعبان ورود الفرج يعني. الله الله الله، اللي عارف التاريخ كله. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ محمد. طبعا استاذ ابو المعاطي واستاذ عبد الناصر منورين قطر والدوحه، ويعني هم هنا يعتبر في بلدهم التاني يعني من ساعة ما وصل الدوحة، والناس كلها مبسوطة بيهم والناس كلها مرحبة بيهم، ويمكن هم ما حسوش بفرق خالص بين هنا وبين مصر خالص. ويعني الإخوة القطريين هنا هوت بصراحة يعني قايمين بالواجب معاهم. صحيح. ومش مخلينا احنا نعرف نعمل اي حاجة خالص يعني. ربنا يخليك انتوا ابو الواجب. لا لا على راسنا والله، مش شرف لينا، شرف لينا. ايه رايك في الاجواء يا باشمهندس محمد؟ والله اجواء ممتازة. الاهلي دايما معودنا اللي يعني في اي مكان بيصنع البهجة وبيصنع السعادة، سواء في مصر او بره مصر او في اي مكان الحمد لله. فطبعا البعثة من ساعة ما يمكن العالم كله شاف الاستقبال اللي كان معمول، سواء كان في المطار او نقط التجمع في عند الفندق، واللعيبه نفسها شافت الاعداد الكبيره اللي كانت موجوده، سواء اهلاويه او قطريين او حتى مشجعين، بعض مشجعين الزمالك كانوا موجودين برضو. اسر عظيمه بالظبط. والناس بصراحه استقبلوا الفريق والبعثه كلها من اول المطار لغايه علم بلدنا. طبعا الناس فرحانه جدا هنا يا جماعه. الاهلي وبايرن ميونخ، الاهلي عالمي. احنا هنا هنتفرج على الاهلي وبايرن ميونخ. انت بتتفرج على مين؟ انت بتتفرج على مين كده؟ انت سيد البلد. انت بتتفرج على مين؟ الاهلي وبايرن ميونخ. الاهلي لا مع كل الاحترام، انا بكلم حد معين. الاهلي اجواء عالميه، تنظيم عالمي. صحيح. ابداع. صحيح. بص انا قلت للشيخ حمد
اللي جاي حاجه ولا وانا قلت للشيخ حمد بن خليفه والناس دي تشهد وعلى فكره مئات الاعداد استاذنا ان احنا نختار المجموعه دي عشان على التجمع. الناس بص جايانا يعني مش عارفه تخش لبعثة النادي الاهلي بتجينا على الريتس كارلتون ده شرف لينا. عايز اقول للشيخ حمد بن خليفه ابن احمد السان رئيس الاتحاد القطري واقولها له تاني ما سبتش غلطه ما فيش حاجه ما فيهاش ديفو احترافي. الدنيا ايه ده؟ لا استنى ايه ديفو دي يعني بتتكلم انجليزي طبعا انت انا ضارب لك انا ضارب لك كابتشينو 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 يا جماعه والاستاذ عصام اهو معانا من رابطه محب النادي الاهلي لا وفنان لا ولا والطقم كله بص جايب الطقم كامل هم اللي جايبين لنا الكوفيات اتفضل يا عصام اتكلم وانا انا مش الام كمان عشان بس اشوف الكاوي طلع الانظارين هو لا هو فرحان بالكلام عشان عليه شعر يعني والله مبسوط بيكم جدا يعني اول ما عرفت ان انتم موجودين لازم شرفتنا النهارده الله يخليك الله يخليك ومحمد شعبان الغالي هو ابن الغالي اللي تعرفنا على ابوه عمده رود الفرج وهيعزمنا عند عند مش هنعمل الاعلام ببلاش لا هيعزمنا خلاص لا 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 مش هيعزمنا عنده عند مفيش نوار وتنور رود الفرج صبحي صبحي كامل عند صبح كابر وعن اقطع الاكابر لا مع الحج شعبان احنا نروح للحج بيته عندكم ويجيب لنا صبح كابر البيت نجيب صبح كابر الاهلي وبايرن ميونخ شايفه ازاي يا عصام ان شاء الله احنا نتمنى ان الاهلي يفوز طبعا يعني تعب فرقه عالميه امنيه لكل العرب احنا كسبناهم قبل كده وجن الخطيب وشريف عبد المنعم أيوه. سنه 78 77 ديسمبر 77 21 يعني. 12 77 ايوه كان مش هتبقى في الرابطه وتبوظ التاريخ معلش يعني اتفضل اتفضل يعني انك قاعد هيسمع كلامك شيل عصام التاني عصام خلاص عصام بره يا فرقه يلا يلا عكل كله يلحق يتكلم شب بقى شب قول حاجه ايوه لا هو ظاهر ظاهر عندي كويس على فكره شايف عيني والله كويس اتكلم ناحيه الكاميرا انت ما اتكلم لا خلاص خلاص كده كويس وطي شويه وطي شويه يا استاذ ابو المعاط انت اللي معلي الكاميرا ولا بتعرف تصور ولا بتعرف تعمل وتعمل انا يهمني هو يظهر محمد اسطوره اليوتيوب دي فيها شك ولا لا انكل ابو المعاط ذكي انكل احنا معانا السبب قال له ايه قال له ايه في التلفزيون مين اطلق عليك انكل قال له انا بدلع نفسي قال له في ايه يا عم يلا يا عم الاهلي وبايرن ميونخ قول الاهلي وبايرن ميونخ قلنا ان الاهلي زمان كسبهم سنه 77 واخر مره سنه 2012 هنا بنفس الملعب ملعب الريان هدف بركات كسبوا في اخر في اخر الماتش بغلطه من شريف اكرامي كان محمد بركات حط الجون وقال لك انا جبت جون في نفس الحارس دوت اسمه ايه نوير فان شاء الله يعني نكسبه المره دي زي 77 يا رب يا رب نروح اطول واحد ورانا قول لي اسمك بقى واتكلم براحتك يا معلم وقول لنا الاهلي وبايرن ميونخ شايفه ازاي محمد عطا الاول محمد عطا عمرك مش عارفه محمد عطا جاري والله بس هو لازم اقول اسمه طيب على التاريخ طيب احنا اعضاء في الاهلي طبعا من والد الله يرحمه من سنه 65 علي صوتك سنه 65 بقى علي صوتك بما ينوم عن اسمك يا بيه محمد عطا يا بيه ايوه كده على طولك انت جامد عشان ده من السماء ان شاء الله طول عمره طول عمره في بيحضر في اي ميعاد بيجيبه ما تعودش ان هو يخذلنا المدرب ممتاز اللعيبه والتركيبه اللي موجوده دي تركيبه مكسب مش تركيبه خساره ويكفينا ان هو ما خسرش ولا ماتش من ساعه ما جه حتى الماتشات التعادل كلها فيها اجوان اتلغت كلها اتلغت هو محترف جدا الاهلي لما يخسر مدار 33 ياخد ما يريد من الماتش وان شاء الله ان شاء الله الماتش يعني سكور كويس 2-1 او ان شاء الله الاهلي انا عندي ان شاء الله عندي بنادوا الله سبحانه وتعالى والله عندنا امل زي ما بنادوا الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا ان شاء الله يكسب يا محمد يا شعبان قول لنا بقى تقييمك للمباراه وانت عندك فرنساوي وانجليزي وبقى وشايف الناس كلها بتتكلم عن بايرن ميونخ والاهلي ازاي والله يعني هو ما فيش شك ان ماتش صعب بس في نفس الوقت يعني 11 لاعب قصاد 11 لاعب صح ممكن وقت الماتش بكره لعيبه الاهلي يعني يجي لها حافز يجي لها نشاط زياده شويه تلعب بالظبط يعني تلعب تقدم كره كويسه تقدم جيم كويس ما يعني مش شرط تقفل مش شرط تدافع
وزي ما احنا شفنا في لعيبه كتير قوي بتيجي عند منتوشه معينه بيبقوا نجوم كبار. وفي لعيبه كتير قوي بتتولد في منتوشه زي ده. برافو عليك. يعني بتحقق شهره وبتحقق تاريخ كبير من منتوشه زي ده. والنهارده ابو موسيماني في المؤتمر الصحفي قال هذا الكلام، انا اعدكم بمفاجاه البافاري ولكن سنلعب من اجل المتعه. بالظبط. سأل من اجل المتعه وقال هم لاعبين عندهم اخطاء زي ما احنا عندنا اخطاء. بالظبط 11 لاعب وعندهم نقاط ضعف ونقاط قوه، ومش كل مباراه بايرن ميونخ محتاج للجماهير والدعوات. وهم اللي عليهم الضغط، احنا ما عندناش ضغط. هو انت بتلعب للمتعه. وعايز زي مباراه كده يا جماعه. وعايز اقول لكم على حاجه، الاتحاد القطري لكره القدم مشكورا برئاسه الشيخ حمد بن خليفه بن احمد الثاني، زودوا تذاكر رابطه النادي الاهلي النهارده. وعايز اقول لكم هنا في وفود اجنبيه مفاجاه، يعني رؤساء اتحادات هنا ما يقرب من 12 رئيس اتحاد ل 12 دولة. بكرة المباراة عليها يا جماعة اهتمام إعلامي كبير. ولعلكم شفتوا الفيديو يا محمد ويا عصام، يا محمد يا عصام التانية كلكم انتم شفتوا الفيديو بتاع تحدي اللغة ده، ما بيتعملش غير بمعلمة تحدي اللغة. لا شوف كرة القدم ازاي بتعرف الاهلي يعني الاهلي دايما عودنا على كده. يعني الاهلي موجود دلوقتي فين؟ في المحافل الدوليه. الاهلي دلوقتي يعني صفحه بايرن ميونخ اللي نزل عليها الفيديو دوت فيها اكتر من 51 مليون بالظبط، اكتر من 51 مليون بني ادم شافوا الفيديو زي ده. بقول لك على مفاجاه انت اللي قلتها لي بس ناسي، صفحه الدحيل كان عليها كام قبل الاهلي والدحيل؟ صفحه الدحيل كان عليها حوالي 120 الف. لا كان عليها في حدود 45 قبل الماتش الاهلي. وصلت دلوقتي ل 145 دلوقتي، وبعد تحيه المعز واعتذاره قفزت. ايوه لان الحركه كويسه. انا بقول لك بس امور النادي الاهلي يحترم من التسويق. بالظبط الاهلي قادر التسويق. مظبوط. فطبعا يعني اكتر من 51 مليون بني ادم على مستوى العالم شافوا الاهلي، شافوا اللغه المصريه، شافوا التقيل الاهلاويه بيشجعوا بيقولوا ايه، وفي نفس الوقت الكلام اللي هم اتكلموا لعيب بايرن ميونخ هيتداول ما بين جميع دول العالم. طبعا مش محتاج بقى موضوع يعني في ناس هتقدر دلوقتي مثلا المان هيقولوا جمهوره ده حماه. أيوة. في ناس تانية. أيوة. بالظبط. يعني نفس التشمال خلاك انت النهارده شايف ذكاء السوشيال ميديا. خلوا الاول سلوجان عملوه ورا مصنع الكراسي. قصه ورا مصنع الكراسي رومانيجا يا جماعه اللي رئيس نادي بايرن ميونخ في 2012 نزلوا على صفحتهم ان سنهزم بطل افريقيا في 2012. فالمهم راح في اهلاوي دمه خفيف راح كاتب بالألمانية عايش في ألمانيا على خدكم ورا مصنع الكراسي. فالمهم التعليق بتاعه عمل 100,000 مشاهدة، اتاخد سكرين ولاب بين الناس ل 100,000، فلفت نظر السوشيال بتاع النادي. فرومانيجا قال لك عايز اعرف يعني ايه معنى الكلمه، فسالوا المعلق هنا في قطر وقتها قال لهم يعني هيهزموكم، طبعا ده اللفظ المهذب للموضوع يعني. فالمهم بعد 9 سنين خلوا نجوم بايرن ميونخ يقول نفس اللفظ لما عرفوا انه ده مشهور ودارج في العاميه المصريه، عملوا اول فيديو وراء مصنع الكراسي. يعني شوف العالم. فضل افهم ممكن تسكت شويه الفرصه الناس لا بس الافيه بس تقفل.